اسعار الرز في التكاية الكيلو عامل 30، والتكاية الخمسة كيلو عامل 149، كارما كيلو عامل 32، والخمسة كيلو عامل 159. في المصريين الخمسة كيلو عامل 140، الكيلو من المصريين عامل كام؟ عامل 28. يبقى المصريين الكيلو 28 والخمسة كيلو 140. في الوهاب الخمسة كيلو عامل 155. في أورجن الكيلو عامل كام؟ الكيلو من الأورجن عامل 32، والبدر الكيلو عامل 28. طب الوهاب الخمسة كيلو عامل 155. في عالية الكيلو عامل كام؟ عامل 30. في الريادة الكيلو عامل 30، والخمسة كيلو عامل 128. في اللؤلؤ الخمسة كيلو عامل 138، والكيلو عامل 28. في حكاية الخمسة كيلو عامل 140، والكيلو عامل 28 برضو. يبقى برضو اللؤلؤ وحكاية سعر واحد. في هنا بقى رز اللي هو الشيف سرحان، ده عامل 25 جنيه، يعتبر اقل حاجه ده. وفي حكايه الاصلي ده رز كيلو عامل 28، والاشيط برضه عامل 28. يبقى اقل حاجه اللي هو الشيف سرحان ده عامل 25. في هنا مارفل ده رز بسماتي ستيله، ده كيلو عامل 110 بدل 138. نشوف بقى منتجات ريحانة عليها عروض. الترمس 500 جرام عامل 51 بدل من 62 و75 قرش. في عدس الجبة 500 جرام عامل 50 بدل 62 وربع. في من ريحانة فاصوليا بيضة 500 جرام عاملة 77 ونص بدل من 95 و75 قرش. عرض كام؟ في فريك، فريك ده 500 جرام عامل كام؟ الفريك 500 جرام عامل 49 ونص بدل من 55 من الضحى. في برغل من الضحى 500 جرام عامل 47 ونص بدل من 52 75. الفشار عامل كام؟ في عروض هنا على البهارات، من بهارات باب الشام ده بهارات مأكولات بحرية 30 جرام عاملة 15 جنيه بدلا من 19 جنيه 30 جرام. وفي بهارات فراخ 35 جرام عاملة 19 جنيه بدلا من 23 ونص. وفي السبع بهارات 40 جرام عاملة 36 بدلا من 45. وفي مسبوق بصل 40 جرام عامل 36 بدلا من 45، ده جاي من باب الشام. وفي توم بس ما فيش عروض على التوم، التوم 45 جرام عامل 35 ونص. في فرنسية ده 15 جرام من باب الشام عاملة 90 ونص 15 جرام. وفي سلطة رانش برضو خلطة سلطة رانش ده 15 جرام عاملة 90 ونص. في بقى كمان من باب الشام ده خلطة فراخ مقرمشة حار جدا 100 جرام عاملة 22 و75 قرش بدلا من 28، ده دي حار جدا. وفي من باب الشام خلطة فراخ مقرمشة عادي برضه نفس السعر 22 و75 قرش بدل من كام؟ 28 100 جرام. يبقى في منها حار وفي في منها حار، وفي حار جدا وفي عادي، كلهم بسعر واحد. عشان بصوا اللي في النص دي اللي هي حار، الاولانيه دي اللي هي حار جدا، دي اللي هي حار عادي. اسعار الفاكهه، التفاح ده عامل كام؟ الاحمر عامل 112. في عنب فاخر بالوزن الكيلو عامل كام؟ عامل 39 و95 بدلا من 47، عليه عرض. الكيوي عامل 320 بالكيلو. في العنب الاسود الكيلو عامل 55. وفي العنب ده كده اسمه ايه؟ المصون فاخر ده عامل 55 برضو. يبقى الاسود او ده كده 55، وده عامل 39 95 بدلا من 47. في تفاح اخضر فوق عامل 158 ونص. وفي تفاح سكري عليه عرض عامل 74 و95 قرش بدلا من 85.
في تفاح اصفر عامل ب94 و95 قرش بدلا من 111.5. في الكمثرى بقى دي كده الكيلو عامل 60. وفي الخوخ عامل كام؟ الكيلو عامل 120. البرقوق الكيلو عامل 99. وفي البلح ده عامل كام؟ عامل 60. الموز خلص. في الكريز عامل كام؟ الكريز عامل 235. الطبق ده كده عامل كام؟ عامل 56 و85 قرش. ده عامل 242 جرام. ده موز مستورد، ده الكيلو عامل 125، غالي قوي. الفراخ ده عامل كام؟ 74 و95 قرش. في عروض على المانجا، المانجا دي اسمها كيكو، ده عامله كام؟ عامله 24.95 قرش بدلا من 40 جنيه. دي اللي هي الارواسي عامله 54.95 قرش بدلا من 270. دي اللي هي دي كده عامله 24.95 بدلا من 45. في النوع ده اسمه الاوستر، ده عامل كام؟ 27.95 بدلا من 35. دي كده الاوسي تايلاندي 27.95 بدلا من 48. في اللي هي الزبده فوق اللي هي بتاعت التخزين، الزبده دي عامله 34.95 بدلا من 40. طب الرمان عامل كام؟ عامل 38. في المانجا دي برضه اللي هي هايدي، ده عامله 34.95 بدلا من 45. في مانجا فوق اللي هي بيكو الوان، ده عامله 24.95 بدلا من 45. في افوكاتو عامل كام؟ 275. البطاطا، البطاطا عاملة 9.95 بدلا من 16.5. في البنجر عامل 44 كيلو. في بطاطس تحمير الكيس ده عامل كام؟ عامل 89.95 قرش بدلا من 95، أو في حوالي 3 كيلو. والكيلو سايب عامل 29. في توم سيني القطعة 40 جنيه، القطعة فيها حوالي كام؟ حوالي خمس كسوس حجم وسط. في جنزبيل كريش عامل 250. فلفل الألوان عامل كام؟ عامل 53. عامل 53 الفلفل الألوان. في بصل ذهبي عامل 17 جنيه. الأحمر عامل كام؟ مش حاطين سعر الأحمر. بص التورته اللي فوق دي عاملة، تورتة الشوكولات دي عاملة 135 بدل من 170. ودي كده عاملة 235 بدل من 270. وفي حجم وسط عامل 175 بدل من 200. في اللي هي الهافروت دي او شوكليت، هافروت بشوكليت عامله 170 بدل من 200. في عروض برضو على الجاتو، الاكلير القطعه عامله 21 بدل من 38. وفي جاتو شوكليت عامل 16.5 بدل من 19. وفي فاكهة عامل برضه 16 بدلا من 18. في كراميل، حتة كراميل عاملة 17 بدلا من 19.